يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ حصة هذا الصباح ونتمنى من يتوصلوا بالفيديو. الفيديو ان شاء الله اللي غنلونسيو، تبعوا الفيديو، تبعوا حتى الموضوع. الموضوع ديال التمرين هو مأخوذ من موضوع البكالوريا ديال الحياة والأرض لسنة 2011، الدورة الاستدراكية. ها هو قدامكم، شوفوا مزيان، ها شتو هذا التمرين. يتعلق الأمر بمرحلتين، مرحلة ديال الجري ومرحلة القفز. هذا راه كيتسمى القفز الطولي، يكتب ألعاب القوى، كيجي كيجري بعد واحد المرحلة ديال التسريع، كيجري باش ياخذ واحد السرعة ومن بعد يقفز. وعارفين بأن الرقم القياسي في هذا المجال اللي هو الأمريكي بوز، واحد مايك بو، هي السمية ديالو هنا، سميتو يحطمو في طوكيو، جو مو رابيل تخي بيان، ميك بول، حطو 895 متر، اللي كيقفز في السما، يعني الطول باش كيطيح في الرملة ويعبرو، هذا حطم الرقم القياسي مرتين في نفس الكومبيتيسيون، في واحد ليسي، حطم الرقم وفي الثاني حطم الرقم، بمعنى تحطيمين، جوج تحطيم، تحطيم غير في نفس الحصة هذي. إذا حنا هذا الشيء يهمنا من الناحية الفيزيائية، هو دراسة الحركة ديال المركز القصور الجي ديالو، في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. إذا يهدف هذا التمرين إلى دراسة مرحلتي القفز الطولي لمتسارع. ألوغ عندنا سيدي، عندنا هنا، هذا هو المحور بحالو، دايرين إكس، وهنا دايرين أ، وهنا أو، ودايرين إي، وهذا مركز القصور جي ديال داك المتسارع، وهنا دايرين المحور إيكغيك، وهنا دايرين النقطة، واحد النقطة على سميتها بي، وهنا النقطة سي، وهذه دايرين لها إي، وهذه دايرين لها جي، بمعنى جوج محاور، لأن المرحلة الأولى هي هذي، المرحلة الأولى، مرحلة السباق الحماسي. عندنا مرحلة السباق الحماسي هي من أ حتى لبي، وفي بي كيوضع رجليه وكينقص، إذا هنا غادي يخرج. دي شتوها دي، اذا هنا غادي يدير بحال هكا وتحت دي، صافي هذا هو الجي ديالو، ها شتو مركز القصور ديالو هو تحت دي. هذا راه الرمله، هاد البلاصه سي رمل. اذا كاين جري حماسي وعاد قفز، صافي. الاحتكاكات، جميع الاحتكاكات مهمله، هذا مهم جدا، سواء في مرحلة السباق الحماسي ولا المرحلة ديال القفز. هنا مرحلة القفز، ألوغ نبداو. عندنا أبي، المسافة أبي هي 40 متر، وعندنا جي ما عطيناش، دونك جي مادام ما كاينة ما تستعملوهاش. دونك السؤال دابا الآن نبداو بواحد، ومرحلة السباق الحماسي، مرحلة السباق الحماسي، شوفوا معايا مزيان. السؤال الأول أطلبوا منكم ياك أكتب المعادلة الزمنية لحركة جي، علما أن قيمة التسارع هي أجي تساوي صفر جوج متر بار سكون، عند اللحظة تي إيكال زيرو. عند اللحظة تي إيكال زيرو كينطلق بدون سرعة، ينطلق المتسابق من هنا، الجي ديالو من هنا، رجليه من هنا، هذا بنادم هذا اللي كيجري، حنا كن أونسانتيريسلاش المركز القصور ديالو، مكيهموني لا يديه لا راسو لا رجليه، كتعملي واحد النقطة محددة في الجسم ديالو كتسمى مركز القصور، هي اللي كتبع الحركة ديالها. إذا تنطلق من أو في أي لحظة، تي إيكال زيرو بدون سرعة بدئية، صافي؟ وأصل المعلم هو هذا، هذا هو أصل المعلم، أو، بمعنى هنا إكس زيرو هي زيرو، متفقين؟ فنعتبر حركة مركز القصور مالها مستقيمية، إذا مادام قالوا لكم المعادلة الزمنية،
المعادلة الزمنية x دو تي غتصنتم على اليمسير يعطيكم بأن إذا كان التسارع ثابت والمسار مستقيمي ألور نستنتج أن حركة الجمالة مستقيمية متغيرة بانتظار مزيان وما هي معادلتها هي واحد على جوج التي كاري زائد بي زيرو تي زائد اكس زيرو اكتبوا هذا الشيء ألور بما أن التسارع بما أن أجي ثابتة و المسار مالو مستقيمي بما ان هادشي كاين بجوج فان حركة جي اي حركة مركز قصور جي للمتسابع حركة جي مالا مستقيمية متغيرة بانتظار يا زيد ومن قلت لكم مستقيمية معادلتها الزمنية كيفاش كتكتب؟ كتكتب x دو t هي واحد على جوج اج تي كاري بلوس في زيرو تي بلوس اكس زيرو متفقين؟ دابا شنو الشروط البدئية؟ شنو هي الشروط البدئية؟ ها ثاني حسب الشرطين حسب الشرطين او لو نقولوا الشروط البدئيه شحال في زيرو منعدمه و اكس زيرو منعدمه اذا معادله شحال تكون اكس دو تي هي واحد على جوج ا تي او كا بشكل في زيرو بشكل اكس زيرو الى درتو التطبيق ديال هادي ا جي تي كاري حيث اجي كتساوي شحال عطاونا 0.2 متر سكوند كاري دونك اكس دو تي هي 0.1 تي او كاري يعني بالمتر افيك المعادله الزمنيه شتوها 0.1 مضروبه في تي كاري اذا هذا هو السؤال الاول ساهل أين تكمن السهولة ديالو لأنه ما قالكم لا تبقى ثاني نيوتن لا حتى حاجة اعتبرتو قالكم صافي حسبوهما التسارع عطاولكم التسارع التسارع هو 0.2 دابا السؤال الثاني 1.2 طالبين هنا تحديد لحظات المرور من بي لحظات الوصول الى بي صافي كيفاش وصل لبي يلا وشوفوا هاد السؤال هذا كتلقاو فيه مشاكل باش تخرجوا لي اذا كان قد انطلق من او يعني في تي ايكال زيرو رجليه غيوصل لبي وقتاش اي جي هاد جي غيوصل بحال رجلي بحال بي داكوغ في اللحظه تي بي هاد اللحظه هي تي بي هادي اللي طلبوا منكم إذا نعلم أن بل نعلم أن شوفوا معايا مزيان هاد المسافة اللي هي ا بي كي كتكتب كتكتب الأوفسولد بي ناقص الأوفسولد أ وهاد الأوفسولد أ إكس أ سي نول ها هادا هو هاد أ هو أو الأوفسولد ديالو سي زيرو إذا شحال إكس بي أ بي هي إكس بي هادي من جهة معادلة الزمنية لدينا المعادلة الزمنية شنو هي المعادلة الزمنية هي x ايكال 0.1 تي كاري متفقين عند b في b اش تكتب هادي تكتب x b ايكال 0.1 فوا تي بي او كاري وما مقالولاش تي بي دارو لها تي واحد دونك نتوما هاد تي بي هي تي واحد غندير لها بحال كون ندير لها واحد اذا شحال تي واحد اذا اكس بي هي ا بي و اكس بي دونك هي الان 0.1 تي واحد و كاري هي ا بي اذا تي واحد هي جذر ا بي على 0.1 هذا هو التطبيق العددي
واحد هي أبي. شحال عطاونا أبي؟ 40. 40 مقسومة على 0.1، إذا تي واحد هي 20 سكوند. هي بحال اللي قلتو عاد 400، وشنيا جذر 400؟ هي 20 في 20 هي 400. صافي. 3 استنتاج سرعة، سرعة مركز القصور للمتسابقين عند اللحظة، أشنو اللحظة؟ عند اللحظة تي واحد. بحال قالوا لكم سرعة في بي. إذن تعلمون جيدا أن السرعة هي الاشتقاق ديال إكس. وشنو هو الاشتقاق ديال هاد؟ هي اشتقاق بالنسبة للزمان ديال 0.1 تي كاري. دونك هي في إيكال 0.2 في تي. عند اللحظة تي واحد في تساوي 0.2 في تي واحد. إذا تطبيق عددي 0.2 في 20 هي شحال؟ هي 4 متر بار سكوند. نديرو لها أسيدي 4 متر سكوند موزر. صافي؟ هاي فوق. هاد المرحلة الأولى سالت. بعد هي المرحلة الأولى من التمرين المتعلقة بمرحلة السباق الحماسي. هي قبل ما ينقص دابا درجة كيجري تاخذ واحد لي لون مزيان عاد كيتهز، يعني كيبرك على بي برجليه وينطلق بسرعة بي. وهاد سمتو شنو غيقولو دابا؟ هاد المرحلة الأولى ديال ثلاثة ديال الأسئلة، فاهمينها ياك؟ جرى من أو حتى لبي، من أ حتى لبي. عطاكم بعض الأسئلة. دابا الآن غادي ندوزو للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة ماذا؟ مرحلة القفز. سماوهما مرحلة القفز. ثانيا مرحلة القفز. صافي. جوج مرحلة القفز. عند وصول المتسابق إلى النقطة المعلمة، يعني واحد النقطة معلمة كاع اللي كتشوفوا لي بيست ديال هادو فاش كيبغيو يجريو، هاكي كتكون. كيكون هنا سيدي واحد هذا واحد الشريط بالبيض هنا. ملي كيجي المتسابق خصو هادي هي بي، وهادي سميتها السي، شفتو؟ وهنا الرملة، هنا الرمل. دونك إلا مشات كنقولوا حنا بالفرنساوية موردر، عرض. إلا عرض برجليه في الشريط البيض كيهزمو الراية الحمراء، ولا ما عادش كيهزمو الراية البيضاء بمعنى أكوردي. دونك هو خصو غادي يحط هنا رجليه ويتهز ويقفاز ويطيح هنا في الرمل. صافي. عاد كتحسبلو هاد المسافة هادي اللي قطع. صافي. إذا ينطلق من بي، غتصمتو من النقطة المعلمة، يقفز من الموضع السي هذا في لحظة نعتبرها التاريخ هذا بسرعة مدئية في زيرو تكون الزاوية ألفا. أتصمت بهنا غادي يقفز بهذه السرعة هادي. شفتوها مزيان؟ غادي يتهز بحال هكا، غيتهز بحال هكا، ماشي غيمشي هكا نيشان، لا كيتهز باش يدير أن شوت، أن شوت بارابولي. ولا فيتاس إنيسيال هاد السرعة المدئية في زيرو شو هو كيدايرها؟ مائلة بزاوية ألفا بالنسبة للمحور إكس، بمعنى عندها جوج مركبات في زيرو إكس وفي زيرو إيكغي. ونقطة الإنطلاق هنا السي عندها إكس سي إيكال زيرو و إيكغيك سي إيكال أزيرو. هادو في الأول ديالكم أولا كتبداو السرعة هذا في البريو، هذا في الوساخ، خاصكم تكتبو بحال هادشي هذا. هاد في زيرو إكس هي السي واحد و في زيرو إيكغيك هي السي جوج. هادي سميتها في زيرو كوس ألفا و في زيرو سين ألفا. ودابا نقطة الانطلاق هنا غديرو في المسودة ديالكم، غتحتاجو من بعد، هي السي
عندها شحال احداثيات اكس سي ايغال 0 و واي سي ايغال 0 هادو كيتسمى السي 3 وهادي سر هادو علاش كنديرو في الوسط لان دابا ملي غادي نطبخ قانون تاع نيوتن وغادي نشوف واش طلبوا مني خصني هادو غادي نستعملهم دابا الان نمروا للسؤال شنو هو السؤال اللي طالبين منكم طالبين منكم اوجد التعبير الحرفي للمعادله يلا غتشدنا هاد البلاصه كامله اوجد شنو هو التعبير الحرفي للمعادلتين الزمنيتين اكس دو تي و واي دو تي دونك غادي نديرو الان السؤال جوج واحد الوغ هنا اثبات انتبهتو ايطابيان اثبات المعادلتين الزمنيتين اكس دو تي و واي دو تي تبقي معايا شنو درناه ودرناه وعاودناه تطبيق نطبق القانون الثاني نيوتن نطبق القانون الثاني لنيوتن اش كيقول هذا القانون عينا بهذا القانون ياك كيقول لك مجموع القوى الخارجيه المطبقه على هذا المتسابق على مركز الخصوص الجي للمتسابق خلال هذه المرحله يساوي كتله المتسابق في منتجات التسارع ونزيد واحد الجي ضروري هذا الجي لحقاش هذا راه بنادم بنادم كندرسو له الجي ديالو ماشي رجليه ما يديه الجي واحد النقطة بيان بريسيز في الكور ديالو سميتها مركز الخصوم هذا شنو هو سقوط حر دونك بي يعني يخضع لوزنه فقط يخضع لوزنه فقط ام ا جي ايكال ام جي شنو هي هادي هاد بي هي ام جي دونك الام مع الام كتمشي كنبقى التسارع الان هو تسارع شدة مجال التقاطع إذا تسارع حركة جي هاد القفزة هادي يساوي تسارع شدة مجال التقاطع دونك غنبداو دابا بالإسقاط نسقطو إيوا شوفو شنو هو المحورين هنا شكون هما شوفو الشكل مزيان شوفو هاد الشكل وقولو شنو هو المحور شنو هو الأصل ديالو هو السي سي إي سي جي دونك غنديرو السي إي وعندنا عاوتاني سي وفاصلة جي شتو الوغ دابا هادو كيعطيوكم تسارع اجي ها عندنا سيدي ا اكس شنو هي ا اكس هي دي في اكس على دي تي ايكال و ا ايكغيك هي دي في ايكغيك على دي تي شوفوا معايا مزيان هاد التساقط كنعاودوه 100 مرة هاد هذا الوزن ياك ها هو الوزن وهذه سميتها الشيء دابا شوفوا معايا اسقاط هي سي صفر وديال جي على ايكغيك ردوا بالكم ناقص جي ندير التكامل هنا تكامل كيعطينا في جي شنو هي الاحداثيه ديال في جي كاينه في اكس اللي هي دي اكس سور دي تي وكاينة في إيكغيك هي دي إيكغيك سيغ دي تي هذا شحال هي سي واحد شتي هاي شتوها ها سي واحد عرفت وهنا عاوتاني سي موان جي فوا تي بلوس سي جوج شنو هي سي جوج هاي عرفت إذا سي واحد و سي جوج ثوابت تمثلان إحداثيات فيزر أي أن سي واحد هي فيزر إكس هي فيزر كوس ألفا وهذه سي جوج هي فيزر إيكغيك هي في زيرو سين الفا اذا دابا غادي نمشي نرجع ليه وغادي نكمل لكم غادي نشوف شحال عطات في جي في جي الان غادي نعوضو سي او سي دو غتصبح في جي هي في اكس دي اكس سيرو دي تي ايكال سي واحد هي في زيرو كوس الفا
وشنو هي في إيكغيك؟ هي اشتقاق إيكغيك بالنسبة للزمان هي موان جي موان تي بلوس في زيرو سين ألفا صافي. ودابا هذا التكامل كيعطيكم معادلة الزمانية، تكامل كيعطي المعادلات، يعطيكم إكس دو تي ويعطيكم إيكغيك دو تي. يلاه شوفوا معايا مزيان، ألوغ التكامل ديال ديك في زيرو كوس ألفا هي نيت في تي زائد واحد سي ثلاثة، وهاديك موان جي تي هي موان دومي جي تي كاري بلوس في زيرو سين ألفا و تي بلوس سي ربعة، هي سي ثلاثة و سي ربعة، سي ثلاثة و سي ربعة توابيت وتمثلان إحداثيات نقطة الانطلاق. شكون هي نقطة الانطلاق؟ هي السي، هي السي. دونك نقطة الانطلاق السي، دونك عندنا سي ثلاثة هي إكس سي هي صفر، والسي ربعة هي إيكغيك سي هي صفر، ومن نحصل على المعادلتين. ها هما اللي يطلبوا لكم إكس دو تي هي في زيرو كوس ألفا تي تي كاري بلوس في زيرو سين ألفا تي. ها المعادلة صافي، هادو هما اللي يطلبوا لكم السؤال جوج واحد. ها شتي سؤال جوج واحد، دابا ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني أوجد التعبير الحرفي، درنا جوج واحد. ألوغ عندنا السؤال الأول والسؤال الثاني، جاوبنا عليهم جوج. هاد السؤال الأول أوجد أثبت المعادلتين تحققهما في إكس و في إيكغيك، هذا هو السؤال الأول. ها شتوه؟ هاو هاو هذا كيتسمى السؤال جوج واحد، هذا وهذا السويت هي جوج جوج. هذا دابا ندوزو جوج ثلاثة، جوج ثلاثة هو معادلة المسار، معادلة المسار اللي هي إيكغيك بدلالة إف دو إكس صافي. إذا بالنسبة للسؤال الأول أوجد المعادلة التي تحققها في إكس و في إيكغيك، 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 سيتادير أو أجي هي أإكس إيكال دي في إكس سور دي تي إيكال زيرو، و أإيكغيك هي دي في إيكغيك سور دي تي إيكال موان جي. هذا هو السؤال، هذا جوج واحد، هذا هو جوج واحد. ومن هنا تكامل أجي كيعطي هذا ويعطي هذا إلى آخره صافي. دابا المعادلات، يتم الحصول على معادلة المسار، يتم الحصول على معادلة المسار بحذف الزمن تي بين إكس دو تي و إيكغيك دو تي. يلا سير غنديرو دابا المعادلة، غادي نمشيو لإكس، عندنا إكس دو تي إيكال في زيرو كوس ألفا في تي، ومن هنا نستنتج تي، تي هو إكس على في زيرو كوس ألفا، نعوض إيكغيك، إيكغيك دو تي إيكال إيكغيك دو تي إيكغيك باردون دو إكس هذا تكون موان زان دومي جي، ألوغ تساوي هادي أو كاري، إكس كاري في زيرو كاري كوس كاري ألفا زائد في زيرو سين ألفا فوا إكس على في زيرو كوس ألفا. دونك المعادلة هي موان
قبل هذه المعادلة ديال المسار والسؤال جوج ثلاثة. دابا قيمة السرعة إلى قيمة المسار. سرعة غادي نشرح لكم هذه مزيان شنو طالبين منا. سرعة سرعة جي جوج ربعة سرعة جي عند قمة المسار. قمة المسار ودايرين قمة المسار معطاوكم الصلاحية ديرو اللي بغيتو نتو. شوفو معايا مزيان هاد هادي إكس وهادي إيكغيك وهادا سي هادي إي وهادي جي ياك وهادي في زيرو. شوفو معايا مزيان هنا سيدي المسار ديالو مشي للجامعة بحال هكا. إذا هاد النقطة كتسمى قمة المسار نسميها اس. عندها جوج الإحداثيات اكس اس وعندها ايكغيك اس صافي. حنا دابا الان في ذاك النقطة إلا لاحظتو السرعة كتكون دايرة بحال هكا. السرعة السرعة عند قمة المسار دايرة في اس شتوها هاكي دايرة. إذا سرعة جي عند قمة المسار بجميع النقاط السرعة ديال المتسابق عندها جوج مركبات كاينة أفقية وكاينة هذا بين جيتو هنا هنا غتلقاو في غتلقاو عندنا مركبة أفقية سميتها في إكس وعندها في إيكغيك. هذه دابا بحال قلتو في فواحد النقطة بحال دابا هذا إن غنديرو في إن عندها في إن إكس وكاينه في ام مثلا ايكغيك. دونك الى هذه النقطة هذه عندها مركبة واحدة اذا عند قيمة المسار تنعدم المركبة الرأسية للسرعة. هذه خصكم تحفظوها باركو. عند قيمة المسار تنعدم المركبة الكومبوزونت مركبة الرأسية لمتجهات السرعة أي في إيكغيك في النقطة إس يساوي صفر صافي. إذن إش كتصبح السرعة إذن في إس كتصبح في إس هي في إس إكس أي في إس هي VSX هي V0 cos alpha تطبيق عددي. عندنا V0 شحال ياك 7 الأمتار هاهي و cos ديال الزاوية الزاوية التي يغادر بها فين هي هاد الألفا راه مخزونة 30 درجة cos 30 دوغري. إذا إلا درنا هاد العملية 6 أمتار 6 متر بار سكون 6 متر بار سكون ها هي السرعة شتو. إذا هاد السرعة هادي دابا هادي هاد المنظم ديال هادي هادي المنظم ديالها هادي المنظم هو 6 متر هاني خرجت. إذا هادي هي السرعة دونك هو كينقاز كياخد هاد المسار هذا. هنا كاينة السرعة ديالو كتساوي المركبة الأفقية كتساوي مركباتو الأفقية صافي 6 متر بار سكون. غنشوفو دابا الان السؤال الموالي. دابا هادو السؤال شحال السؤال جوج ربعة. دابا السؤال الاخير جوج خمسة جوج خمسة. شوف معايا السؤال الخامس. تلمس رجل المتسابق الرجل هنا والجي ديالو هنا. بنادم ملي غيطيح كيسبق رجليه اذا رجليه غتقيس الرملة امور كو الجي ديالو مازال الفوق راه كما يبين الشكل. هذه الرجل هذا هو القدم ديالو قدمه قدم المتسابق وهنا ماذا مركز قصور المتسابق. شوفوا هذا السؤال كي داير. قال لك تلمس رجل المتسابق الرمل عند الموضع دي. هذا الموضع سميتو دي
هذه الموضع سميتو الدي. الموضع الدي ياك اش من لحظه اللحظه تي دي. تي دي كتساوي كام؟ تي دي هي واحد سكون كطير، حيث الاصول ديال جي هو اكس جي. اوجد قيمه اكس دي. اذا علمت ان اكس دي مو اكس جي هي 7 7. شوفوا معايا مزيان، هادي غتسمى هاد الاصول، هذا كيتسمى اكس جي وهذا كيتسمى اكس دي. شوفوا معايا مزيان، النقطات جوج نقطات. اذا طالبين منا تحديد قيمه اكس دي. غادي لكم واحد صورة صغار، هاد ها اكس، ها هو جاي دابا شتو، هادي سميتها دي وهادي سميتها جي. غادي نحاول نشرح لكم هادي. هذا سي نقطة دي، إكزاك سي اي جي، ها هو جي دابا غادي غادي تال هنا، وصل هادي سميتها اكس جي، وهادي هادي النقطة دي، والأصول ديالها دي، هاد المسافة عطاوها لكم، اكس دي موا اكس جي، اكس دي موا اكس جي هي 0.7 متر، قال لك لقاونا هادي، ألوغ حنا غادي نلقاو اكس جي، ألوغ لإيجاد الأصول اكس دي نقوم اولا بحساب الاصول اكس جي. كيف؟ باستعمال ماذا؟ باستعمال معادلة المسار. غد باستعمال معادلة المسار ولا باستعمال معادلة اخرى؟ ماشي معادلة المسار بزاف، غير معادلة الزمنية إيكغيك دو تي، هاك غادي ديروها تساوي صفر، باستعمال المعادلة الزمنية إيكغيك دو تي. ألوغ عند هاد اللحظة تي واحد، أين كان إكس؟ إكس إيكغيك، دابا حنا ما عندناش إكس جي، دونك المعادلة كاين فيها جوج، كاين المعادلة الزمنية إكس، غنديرو إكس دو تي حسن، هانتوما علاش تعرفو علاش. إكس جي في اللحظة تي واحد هي في زيرو كوس ألفا في تي واحد. إذا تطبيق عددي إكس جي هي في زيرو هي 7 وخرجناها قبيلة، هادي سميتها هادي في زيرو إكس إل هي في إس، هاي شتو في إس هي في زيرو كوس ألفا. معليش إلا كنتي في كتبوهات في زيرو كوس ألفا شنو من ديك اللحظة؟ دونك 7 7 كوس 30 في اللحظة شحال قلنا؟ 1 سكوند. إذا إكس جي هي شحال هادي؟ 6، واللحظة تي واحد هي 6 الأمتار، 6 متر، صافي؟ لأن 6 مضروبة في 1 هي 6، ومنه نستنتج ماذا؟ إكس دي، شنو هي إكس دي؟ نستنتج إكس دي، إكس دي هي 0.7.